عابر ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. أنت من أهل وين؟ سوريا؟ من أهل سوريا؟ من وين أنت؟ من سوريا. من وين؟ إدلب؟ من سوريا. من وين؟ حمص. من حمص. سيدي على المنبج وسيدي عجان الحديد. سيدي عدان وسيدي الحديد. سيدي عدان بسوريا. سوريا. الكفتار والبوطي وقويدر. أبدال الشام. أنت لحقت على أبو يعقوب السيد يوسف الرفاعي؟ السيد يوسف الرفاعي شفت أنت لحقت عليه؟ أعرفه. إيه. يعرفه. إجيتوا الديوانية بالمنصورية؟ الديوانية رحتها بالمنصورية؟ الديوانية بتاعتي. ديوان. أي سنة داخل الكويت عمي؟ أي سنة دخلت الكويت؟ سنة 60. الله. 1960. وين اشتغلت؟ اشتغلت بالدولي. ها؟ بفندق المطعم الدولي. دولي تبع مين؟ الحج شعبان. شعبان اسمه سيد شعبان. ومرتاح هلا بالكويت؟ الحمد لله. اسمك شو اسمك عمي؟ محمد عبد العزيز. شو العائلة الكريمة؟ حورية. حورية من أهل حمص ولا حلب؟ حمص. 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 من سوريا. وغير الفندق وين اشتغلت؟ غير الفندق وين الشغل بقبل؟ لا. مرتاح الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية يمينك سيدي. شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية. هذا من قدماء المقيمين. وين سكنت؟ وين اي بيت؟ سافر وين؟ لا اول لا اول ما جيت الكويت سكنت بيت مين؟ اول شيء انت وين يسكن؟ اول شيء سعيد. ساكن وين قبل هلا؟ بلد القار. من سنة 60 بلد القار. ايه موجود بلد القار ولا سكنت وين تاني؟ حوالي نبرة. لا مدينة الكويت. الله يعطيك الصحة والعافية. أنت مواليد أي سنة؟ عمي مواليد أي سنة؟ مواليدك أنت كام سنة؟ 1926. الله ما شاء الله. حاليا أنت عمرك عمي 97. 97. لا. 97. لا 94. 97 ولا 94؟ 97. ان شاء الله توصل ال 200. شكرا عمي عمر كله. شكرا. هاي السبحه لك تذكر الله فيها. شكرا سيدي. لحقت على الشيخ عبد الله السالم والشيخ صباح السالم الصباح، الشيخ جاب الاحمد الصباح، الشيخ سعد العبد الله والشيخ صباح الاحمد صباح، الشيخ نواف الاحمد، الشيخ مشعل الاحمد. الله كلهم بيعرفوا. الفندق وين كان مكانه؟ الفندق وين شغله؟ وين مكانه الفندق شعبان؟ الفندق شعبان وين موجود؟ بالديرة؟ الفندق اللي اشتغلت فيه؟ وين بأي مكان؟ شارع عبد الله السالم. ايه بالديرة. ما شاء الله. بالديرة. شنو كنت وظيفتك؟ وظيفتك شو؟ شنو الوظيفة بتاعتك؟ شنو الوظيفة؟ شيف ولا شنو تشتغل بالمطعم وظيفة؟ مدير. حياك الله. ادعينا عمي. ادعي للسيد خالد. ادعينا. ادعي للسيد خالد الله يرحم السيد يوسف الرفاعي. والجميع. شكرا والجميع وفق دولة الكويت أمير حكومة الشعب. هذا أقدم مقيم في دولة الكويت حاليا والله أعلم.